بطاقة تموينية أنا صار لي نازح صار لي 3 سنوات من قضاء البعاج لحد الآن أنا ما مستلم كل شيء أبد أي شيء ما مستلم ما نعرف حتى موادنا وين صارت بطاقة تموينية ما يمنع يعني أنتوا عندكم علم اللي تهجر واللي نزح يعني حتى مستمسكات ما بغت يمه هسه الداعي الطالب يقول لك ما عندنا روح شوف روح على الوزارة أنا أروح على الوزارة إذا أنت الوكيل ما تسوي لي تحل مشكلتي يقول روح على المسؤول تجي على المسؤول ساد الباب بوجهك يعني احنا نشوف لنا حل بالنسبه للبطاقه التموينيه خاصه عندنا منطقه ربيعه يعني البطاقه التموينيه صفر يعني الطحين يجينا صفر يعني الطحين يجينا قبل يعني حتى ما ينشر يعني لا يصلح للخبز ومواد البقيه هم صفر ما يجينا اي شيء يعني كل شهر يجينا مره شكر بقيه المواد يعني بقية المواد هم ما جعلت تجي بالشهر دا يجينا يا تمن يا زيت يا شكر كم نوع؟ كل شهر دا يجينا نوع واحد كل شهر دا يجينا نوع واحد والتموين التموين ايش حيجيبونا؟ الزيت كل شهر دا يجي له مرة شهر الاخ يجيب لك طحين هاشيني لو تجيبها مرة واحدة يا ما اجيبها ناشد رؤساء الكبار محافظ نينوى رئيس الخارجيه كلها ترى ناشدها مو بس واحد يعني عينون هاي الناس شو حالتها تعبانه لا تمويل لا شيء ليش